أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي من جديد في درس من دروس اللغة العربية. درسنا اليوم هو المنادى. فما هو المنادى؟ وما هي أنواعه؟ وما هي خصائصه؟ قبل ذلك تعالوا معي لنتذكر العلم، الاسم العلم. الأكيد أنكم تعرفتم على الاسم العلم. هناك اسم علم مفرد واسم علم مركب. عندما نقول مثلا جاء أحمد، عندما نقول جاء أحمد، من الذي جاء؟ أحمد، فهو اسم لشخص ما يتكون من كلمة واحدة، إذن فهو اسم علم مفرد. أما إذا قلنا مثلا حضر صلاح الدين، مثلا حضر صلاح الدين، فصلاح الدين هو اسم لشخص واحد ولكنه يتركب كما تلاحظون من كلمتين، إذن فهو اسم علم مركب. صلاح اسم وهو مضاف إلى اسم آخر، إذن فهو مضاف، والدين مضاف إليه. إذن من هنا سننطلق في درسنا لهذا اليوم. لدينا في مصنع رئيس للعمال، كل مصنع يسيره رئيس للعمال الذين يشتغلون في هذا المصنع، ومن طبيعة الحال لضمان سير هذا المصنع فهذا الرئيس يحتاج إلى إعطاء تعاليم أو تعليمات للعمال. مثلا سيقول لهم، سننظر إلى الاكتشاف والبناء المرحلة الثانية، سيقول لهم مثلا في جملة: أنت يا عبد الله، أنت يا عبد الله انتبه. إذن فهو يتحدث مع أحد العمال ويقول له: أنت يا عبد الله انتبه. إذن هذه الجملة لاحظوا معي جيدا، أنت يا عبد الله انتبه. ماذا قال رئيس العمال؟ هو طلب من عبد الله أن ينتبه، فقال له: يا عبد الله. إذن لماذا ناداه؟ لكي ينتبه. إذن ما هو النداء؟ النداء هو لفت انتباه المخاطب قصد تنبيهه أو طلب شيء ما منه. إذن أين هو المنادى هنا؟ لاحظوا جيدا، المنادى هو عبد الله. إذن فرئيس العمال ينادي على عبد الله لكي يطلب منه الانتباه. نفس الطريقة سنقوم ببناء القاعدة مباشرة موازاة مع الشرح. إذن بالنسبة للقاعدة، وستكون عبارة عن خطط شمسية. إذن ما هو المنادى؟ المنادى هو اسم يأتي بعد حرف النداء. إذن لاحظوا جيدا، لكي ننادي على شخص ما نحتاج إلى حرف للنداء. إذن فنقول هنا، نأتي وسط الصبورة، المنادى. ما هو المنادى؟ هو اسم يأتي بعد حرف النداء، يأتي بعد حرف النداء. إذن المنادى اسم يأتي بعد حرف النداء. لماذا؟ للفت انتباه المخاطب بواسطة ماذا؟ بواسطة أداة نداء. وأدوات النداء تختلف، قد نستعمل يا كما رأيتم في المثال، وقد نستعمل أيا أو هيا للبعيد إذا كان المخاطب بعيدا، ثم قد نستعمل الهمزة وأي للقريب، ويا تستعمل لهما الاثنين. إذن هذه بالنسبة الجملة الأولى. لاحظوا معي جيدا، يا عبد الله، ما نوع هذا الاسم؟ كما قلنا في التذكير بأنه مكون من كلمتين، إذن يا عبد فهو اسم علم مركب، إذن فهو مضاف كما تحدثنا في التذكير. إذن فهذا هو النوع الأول من أنواع المنادى، قد يأتي المنادى مضافا، إذن مضاف من أنواع النداء، قد يأتي مضافا. إذن إذا كان مضافا
ما هو إعرابه؟ لاحظوا جيدا، يا عبد الله. ما هو إعرابه؟ هو مرفوع أو مجرور؟ إنه منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. إذن نقول أنت يا عبد الله، فهو منادى منصوب، إذن يأتي منصوبا. سنحيط على هذه المكونات. إذن أول مكون من مكونات المنادى أن يكون قد يأتي المنادى مضاف. نعم، ننتقل إلى جملة أخرى. إذن هذا الرئيس العمال قد يتحدث مع، يقول مثلا يا أحمد، مثلا هذه الجملة مثلا، قد يقول جملة يطلب من أحمد أن يشغل المطحنة مثلا، يا أحمد شغلي المطحنة، شغلي المطحنة. إذن في هذه الجملة التي تلاحظونها الآن، ماذا فعل رئيس العمال؟ نادى أحمد، يا أحمد شغل المطحنة. جيد، لاحظوا جيدا، أحمد ما هو إعرابه؟ قد نقول أنه مرفوع، ولكن هذا ليس إعرابا صحيحا. لماذا؟ لأن الأصل في النداء النصب. إذن فالمنادى هو اسم منصوب يأتي بعد حرف نداء للفت انتباه المنادى، ولكن لماذا أتى هنا مرفوعا بهذه الضمة؟ هذا ما سنعرفه الآن. إذن قبل ذلك، ما هو نوع هذا الاسم؟ كما قلنا في التذكير، إذن فهو مفرد، فهو مفرد. إذن يأتي المنادى مفردا أيضا، يأتي المنادى مفردا أيضا، فهو مفرد. إذن مفرد إعرابه، لاحظوا جيدا، يا أحمد، إذن لا نقول مرفوع، بما أن الأصل في المنادى النصب، فأحمد نوعه هو مفرد. إذا كان المنادى مفردا يكون مبنيا على ما رفع به. إذن هنا بماذا رفع؟ رفع بالضم. إذن نقول أنه مبني على الضم في محل نصب. إذن أحمد، إذن إذا كان مفردا معرف مفردا، نقول أنه مبني على ما رفع به. بما أنه رفع بالضم، نقول أنه مبني على الضم، إذن في محل نصب. دونك في محل نصب منادى من طبيعة الحال. هذا بالنسبة للنوع الثاني. إذا رئيس العمال قد ينبه عماله فيقول لهم مثلا أو يحذرهم، يا مهملا، يا مهملا واجبه، احذر مثلا، يا مهملا واجبه احذر. لاحظوا جيدا هنا، يا مهملا واجبه، هل هذا المنادى مضاف مثل يا عبد الله؟ تلاحظون أنه يشبهه من حيث أنه مضاف إلى كلمة أخرى، ولكنه منون. هذا هو الفرق بين المضاف والشبيه بالمضاف. إذن فهو يأتي منونا ثم مضاف إلى كلمة أخرى كي يتم المعنى. إذن فهو يشبه المضاف، لذلك نسميه شبيها بالمضاف. وهذا هو النوع الثالث، الشبيه بالمضاف، قد يأتي شبيها بالمضاف، شبيه بالمضاف. لاحظوا الإعراب، يا مهملا كيف هل أتى؟ إذن فهو أتى منصوبا، إذن شبيه بالمضاف يأتي منصوبا. إذن هذا النوع الثالث. بالنسبة للنوع الرابع سندرجه ضمن هذه الجملة مثلا، وبالعكس قد يجازي المجتهدين، أيا مجتهدا، أيا مجتهدا واصل عملك مثلا، واصل عملك. لاحظوا جيدا، أيا مجتهدا، هنا عندما قال مجتهدا هل يقصد مجتهدا في حد ذاته؟ رئيس العمال هنا يقصد كل مجتهدين، إذن فهو نكرة ولكنه غير مقصود. مثلا إذا كان إنسان كفيف يريد أن يعبر الطريق يقول يا رجلا ساعدني على العبور، هل هو يرى شخصا معينا؟ هو يتحدث مع أي رجل قد يسمعه، إذن فهي نكرة غير مقصودة. وهذا هو النوع الرابع، النوع الرابع هو نكرة غير مقصودة، نكرة غير مقصودة.
إعرابه كيف يأتي؟ تلاحظون منصوب، نعم يأتي منصوبا، يكون منصوبا. بقي لنا نوع واحد، رئيس العمال طلب من امرأتين أن يرتبا العلبة، فقال لهما: أيا امرأتان، أيا امرأتان رتبا العلبة، رتبا العلبة. إذن هنا لاحظوا هناك أداة نداء للبعيد، أيا امرأتان، امرأتان. هل هو يقصد امرأتان في حد ذاتهما؟ نعم بطبيعة الحال، لأنه يراهما ويقصدهما، إذن فهي نكرة مقصودة، وهذا هو النوع الخامس، نكرة، نكرة مقصودة، دل لأنه يراهما ويقصدهما في كلامه. كيف لاحظوا مع امرأتان هو مثنى، هنا سأفتح قوسا بعجالة، كيف نعرب المثنى؟ المثنى يعرب، المثنى إذا يرفع المثنى بالألف وينصب ويجر بالياء، إذن هنا امرأتان مرفوع بالألف، إذن المنادى قلنا الأصل فيه النصب، إذن فهو هنا امرأتان مبني على ماذا؟ على الألف، لأنه رفع بالألف، إذن هنا بدوره مبني، إعرابه مبني على ما رفع به، مبني على ما رفع به، وهنا إعرابه مبني على الألف في محل نصب دائما، لأن الأصل فيه. دونك هذا هو، هذه هي العناصر الخمس أو المكونات أو الأنواع الخمس للمنادى، قد يأتي مضاف منصوب، قد يأتي شبيه بالمضاف منصوب أيضا، وقد يأتي نكرة غير مقصودة أو نكرة مقصودة أو مفرد. الآن لفظ الجلالة، عندما يقول رئيس العمال في النهاية العمل على ما يرام، يقول حمدا لك يا الله، لا يمكن أن نستعمل مع لفظ الجلالة إلا حرف نداء يا، وهو خاص بلفظ الجلالة، كما أن رئيس العمال قد يخاطب العمال أيها العمال، أيتها العاملات، هنا نستعمل أيها وأيتها مع الاسم الذي يكون معرفا بأل، لا يمكن أن نقول يا العمال. وهكذا نكون قد أنهينا درسنا للمنادى بأنواعه، ثم نمر إلى التطبيق، نمر للتطبيق لكي نقوم مكتسباتنا، لكي نقوم مكتسباتنا. في هذا التطبيق لدينا ثلاث جمل، المطلوب هو استخراج المنادى وأن نبين نوعه وإعرابه. دونك هنا الجمل، المنادى بطبيعة الحال، نوع المنادى، إعرابه. الجملة الأولى مثلا، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا مريم، يا مريم أقنتي، أقنتي إلى ربك، يا مريم أقنتي إلى ربك. أين هو المنادى؟ إذن قلنا المنادى هو اسم يأتي بعد حرف النداء، إذن مريم ما هو نوعه؟ ببساطة نقول أنه مفرد، هو إذن مريم هو المنادى، نضع سطرا تحته، ما هو نوعه؟ ببساطة نقول كما قلت مفرد، ولكن ما هو إعرابه؟ إذن هو مفرد، وما هو إعرابه؟ ليس مرفوعا، وإنما مبني على، مبني على الضم في محل نصب من طبيعة الحال. جملة أخرى: أيا طالع الجبل احذر، أيا طالع الجبل احذر. إذن هنا أيا طالع الجبل، أين هو المنادى؟ بطبيعة الحال هو طالع الجبل، جاء بعد حرف النداء. ما هو نوعه؟ ستقولون هو مضاف، نعم. وما هو إعرابه؟ ببساطة منصوب. إذن أعزائي التلاميذ، نكون قد استوفينا درسنا لهذا اليوم، أتمنى أن تعم الفائدة، وإلى اللقاء في فرصة أخرى.